السلام عليكم، كيداير لاباس عليكم؟ كان ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هاد نهضره الشباكيه نزولا عند طلب بعض المتتبعات ديالي. غادي نخليكم مع المقادير ونخليكم مع الفيديو. عندي كيلو ديال الدقيق، قبصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع، كاس عنبه اللوز مطحون مقشورو، كاس عنبه زنجلة محمر مطحون، كاس ديال الزيت، وكاس زبده ذايبه. دابا غادي نخلط المكونات اللي عندي مع الدقيق. كنضيف الملحه والقرفه وحبه حلاوه، النافع، وكذلك اللوز اللي كنطحنتو بالقشور ديالو، والزنجلان اللي حمرته غير شويه في الفران وطحنته. كنخلطهم شويه مع داك الدقيق، وغادي نضيف ليهم الزيت والزبده. الان غادي نخلط الخليط ديالي حتى كيولي عندي عجنه مرمله. من بعد غادي نغربلها وغادي نغطيها بواحد الفوطه حتى للصباح ان شاء الله، وغادي نعجنها. من بعد ما بيت الخليط وغربلته، دابا غادي نضيف ليه واحد الخميره ديال الحلويات. عندي كاس ونص ديال المظهر، 50 ملي ديال الخل او ربع كاس ديال الخل، شويه ديال ملون او الزعفران، حتى الا كان عندكم زعفران الشعره تقدروا ديروه. وعندي صفر بيضه. بالنسبه اللي بغى يدير المسكه الحره يقدر يديرها. غادي ناخد كاسرول، غندير فيه كاس ونص ديال ما زهر، ونضيف ليه 50 ملي ديال الخل والزعفران، وغنديرو فوق النار حتى يولي دافي. كنضيف كذلك ثلث معلقه ديال خميره الحلويات. الان بعد ما سخن المظهر مع الخل اللي كنت سخنته من قبل، غادي نبدا نخلط العجين ديالي. انا كنضيف غير شويه شويه حيت سخون. للاسف وقف ليا التليفون ما انتبهتش ليه انه ما كيصورش. جمعت العجين ديالي ودلكتها مدة 2 دقائق. من بعد قطعتها الى قطع، جاتني انا 5 ديال القطع. كناخذ واحد القطعه كنطلقها بالمدلك، من بعد كنشكلها على شكل ظرف.
من بعد ما شكلت القطع اللي كانوا عندي كلهم على شكل ظرف، دابا كناخد واحد القطعة وكنطلقها مزيان بالمدلك حتى كيبدا يبان ليا سطح العمل. من بعد غادي نحيد الجوانب اللي ما مقداش، وغادي نقطع الشبكية على حسب القياس اللي بغيت انا. القطعة ديال العجين كنقسمها على 4 ديال الأشرطة، والخامس هو اللي كنقسم به، يعني بكل شي 5 ديال الأشرطة. كناخد الأول كنوضعه فوق الثالث، من بعد كناخدهم بجوج كنوضعهم فوق الخامس، وكناخد الاول والرابع كنجمعهم في واحد الجهه بجوج. من بعد كناخد هاد الجوانب وكنضغط عليهم مزيان باش ما تفتحش ليا في ملي نقليها، وكذلك كنضغط على هاد الجوانب باش ما تفتحش في القليان. درت الزيت باش تسخن مزيان، كذلك وجدت العسل، وجدت واحد الكسكاس اللي غادي نوضع فيه الشباكيه من بعد ما نعسلها ونرش عليها السمسم او الزنجلان. الان غادي نوضع الشباكيه ديالي في المقله، كنعمر المقله كلها. ملي كنشوف الشباكيه تحمرات كنقلبها للوجه الثاني ديالها، من بعد غنوضعها في العسل ونخليها كتقطر في الكسكاس ونوضع عليها زنجلان. ها هي الشباكية موجودة، تقريبا كتخرج 3 كيلو. كنتمنى انها تنال اعجابكم، ونتمنى انكم تنتم تديروها وتجربوها. بالنسبة للشباكية كتجي هشيشة ومعلكة. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وشكرا.